ورونتيتي هيريني موينان انتك هيريني سمنينان انتك هيريني كارن نوبي ناني بول فرق أعداء الكنيسة وحصنها فلا تتزعزع إلى الأبد عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس ليباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا أشتمك بخريستوس نم بكيوتنا أغاثوس نم بنفمس وبجيئك إي أكسوت إمون أفتح في بلا أفرح وأرتل بالتسبيح السلام لمارمينا شاهد يسوع المسيح بإرادة الله أبدي أخبركم عن هذا المبرور أصله كان جندي بطل قوي وغير أصله من بيت أمراء هذا الحبر النافيس اسمه أمه أوفوميا وأبيه أودوكسيس أمه أوفوميا كانت امرأة عاقر طلبت من النقية العذراء أم القادر فأجابت لها طلبها وقالت لها آمين فرزقت بولد هو مريمين الآمين كبر هذا الطاهر وتقدم في الجندية وكان عالم ماهر في العلوم المسيحية كان محبا للإله موصوفا بالشجاعة مداوم الصوم والصلاة ملتحفا بالوداع دعية هذا المختار لعبادة الأوثان فاعترف بإجهار أنا عبد الديان تركت الأرضيات وكل ما فيها سمائيات محبة في بريها طوباك يا مختار يا ابن أودوكسيس يا من قهرت الأشرار أولاد اللاعين إبليس السلام لك يا بطل يا رئيس كل الشجعان السلام لك يا بطل يا مزيل كل الأحزان السلام لك ليل ونهار أيها البطل الشجع ذكرك ملأ الأقطار والبلاد وكل البقاع السلام لمارمينا صانع كل عجائب السلام لمارمينا مانع كل مصائب مشهور بالعجائب دون سائر الشجعان أسألك تشفع لي يوم نصب الميزان عجايبك كثيرة جدا أيها البطل المحروس لا يحصى لها عددا يا شهيد الرب القدوس صنعت عجائب عظام مع كل من قصدك وأيضا راعي الأغنام اعترف بعجايبك السلام للعجايب مارمينا الامين السلام للبطل القوي الشفيع في المؤمنين نلت ثلاثه اكاليل من الرب القدوس بفرح وتهليل يا شهيد الرب القدوس و
واحد للشهادة وواحد للبتولية، أما الثالث لأجل انفرادك في البرية. طوباك ثم طوبك أيها الحبر المأنوس، الملائكة ترتل لك أكسيوس أكسيوس أكسيوس، تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إله مريمين أعنا أجمعين. Yeah.